أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. دليل السلام العالمي، يعني منظمة دولية طبعا، هذه لديها معايير للسلام في العالم، تضع دول العالم كلها وتضع معايير معينة، واستنادا إلى هذه المعايير تحدد من هي الدول الخطرة ومن هي الدول اللي ليست خطرة، الأقل خطورة إلى الدول الآمنة. منذ سنوات عديدة، وهذا الدليل، دليل السلام العالمي، يضع العراق من بين أكثر دول العالم خطرا، ويوجه دول العالم، سكان العالم، عدم الذهاب إلى العراق الحقيقة. قبل أيام طبعا أيضا نشرت صحيفة الديلي ميل في شهر 12، شهر كانون الأول الماضي 2020، قبل نهاية السنة بأيام، قبل نهاية سنة 2020 بأيام، نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا صادرا يعني عن شركة الاستغاثة الدولية. طبعا هذه شركة الاستغاثة الدولية شركة للخدمات الصحية والأمنية، تتخذ من سنغافورة مقرا لها. أيضا تحدثت هذه الصحيفة وهي هذه الشركة في تقريرها، ايضا تخرج سنويا تقرير تحدث عن الدول الخطره، ويعني تدعو سكان العالم الى الذهاب الى هذه الدوله وعدم الذهاب الى هذه الدوله، فوضعت العراق من بين اخطر 5 دول في العالم. والعنوان الرئيسي الصادم اللي انا يعني عندما قراته وجدته يصلح عنوانا لفيلم من افلام من افلام المغامرات، اللي هو العراق اخطر مكان في العالم مع الأسف الشديد. وعندما تقرأ المعايير اللي وضعها دليل السلام العالمي، واللي وضعها أيضا لديهم معايير شركة الاستغاثة الدولية، ستجد أن العراق يعني ربما الدولة رقم واحد، لأنه الدول اللي موضوعة دول الخمسة الأخطر دول في العالم هي ليبيا، سوريا، أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، والعراق. فمن بين الخمس دول الأكثر خطورة في العالم، من بين دول العالم، فهذه كارثة كبيرة. طيب وين هذا البناء؟ وين الديمقراطية؟ وين الحرية؟ وين الحياة؟ وين هاي المليارات التي صرفت، أكثر من تريليون ونص مليون مليار دولار سرقت، نهبت، حكومات حديث عن تطور وإصلاح ودين وتقوى وحزاب دينية، وبالتالي العراق من أخطر البؤر، وأمريكا والعالم كله يسندون هذا البلد وهو أخطر بؤرة في العالم. طبعا عندما تراجعون، عندما يقرأ الإنسان يقرأ المعايير، وسأعدد لكم بعض هذه المعايير، يعني ربما 10 معايير أو أكثر معايير يتحدثون عنها، اللي يضعونها لتحديد هذه الدول: الأمن الداخلي، الصراعات الداخلية، الإرهاب، الجرائم العنيفة، النشاط المسلح، الأمراض، الفوضى السياسية، القضايا الإنسانية، الإضرابات المدنية، الأوضاع الاقتصادية. وهذه كلها عندما يعني تراجعها ستجد أنه في الأمن العراق يعاني من أمل فوضى أمنية. بالصراعات الداخلية هناك صراعات لميليشيات، وكنا نتحدث في الحلقتين السابقتين عن صراعات وميليشيات تسيطر على العراق، وأدت حتى بالتالي إلى هذه ما يعرف بهذه التفجيرات التي حصلت في ساحة الطيران مع الأسف، وراح منها ضحايا من العراقيين الأبرياء رحمهم الله وشفى الجرحى منهم. عن الإرهاب، بلد ميليشيات وعصابات تتحكم به، قطف خطف وقتل وتهديد وتغييب ومقابر جماعية تكتشف يوميا، ومدن مهدمة وناس مهجرين، نشاط مسلح، السلاح في كل مكان والدولة غير قادرة والسلاح منفلت، أمراض، عدد ما شئت من أمراض في العراق. تحدث عن فوضى سياسية، فوضى سياسية وأحزاب، وبدليل أنه فوضية الانتخابات حدث عن أكثر من 420 حزب وهي ستشارك في الانتخابات القادمة. هذا في أي بلد؟ نفوسهم يقولون 40 مليون ب 420
حزب وهيئة تشارك 420 حزب تشارك في الانتخابات، هذه كارثة كبيرة، هذه فوضى، هذه مو ديمقراطية. والقضايا الإنسانية طبعا، هناك أكثر من 13 مليون عراقي تحت خط الفقر، هناك أمية 7-8 ملايين عراقي الأمية، هناك أمراض، هناك سرطانات، هناك مدن مخربة، هناك كوارث، هناك انعدام للخدمات، هناك كهرباء غائبة، هناك صحة غائبة، لا مستشفى موجودة، هناك مدارس غائبة، أكثر من 13 ألف مدرسة نحتاج، مدارس طينية، مدارس في بلد الثروات والنفط والموازنات الهائلة. اضرابات، تحدثنا عن اضرابات ونحن لدينا تظاهرات، في كل سنه تخرج التظاهرات واخرها ثوره تشرين، من تشرين اول عام 2019 لحد الان قائمه، واجهوها بالرصاص والقتل والاتهامات والتعرض لها والتضييق والخطف والمداهمات الليليه. الاوضاع الاقتصاديه المزريه انتم تعرفون وضع العراق الان الاقتصادي من أسوأ ما يمكن، يعني رواتب يقترضون لكي يوفروا الرواتب، لديهم 6 ملايين موظف لا يستطيعون توفير الرواتب، يعتمدون على النفط فقط، لا هو النفط، الواردات النفط لا تكفي لسد الرواتب، لذلك يستدينون يقترضون من الخارج والداخل. والعراق الان لديه ديون خارجيه تتجاوز 220 مليار 230 مليار واكثر، ولديه ديون داخليه لا احد يعرف مداها. طبعا من ضمن هذه المعايير أيضا عدد الصراعات الخارجية والداخلية، العراق في صراعات وفي خراب، عدد قتلى الصراعات المنظمة، مئات الآلاف من العراقيين ذهبوا، العلاقات مع دول الجوار في أسوأ ما يمكن، هذه الدول حتى وإن فتحت السفارات هذه بالعصا الأمريكية، يعني الدول هذه لو مخيرة في العلاقات مع العراق لقطعت العلاقات مع العراق منذ زمان. هذا واقع الحال، لا تعتقدون أن سياساتكم كانت هي التي شجعت الدول، هذه الهراوة الأمريكية، هذه المشروع الأمريكي اللي دفع الدول لأن تفتح سفاراتها وتجاملكم، هذا واقع الحال. النسبة المئوية للمهجرين من جمل عدد السكان، لدينا في أوقات معينة وصل عدد المهجرين 6 ملايين عراقي بالداخل و10 ملايين بالخارج، هذه كارثة، مستوى امتهان حقوق الإنسان، لا حقوق للإنسان، يعني تعذيب اعترافات تؤخذ بالقوة، وقضاء يأخذ بهذه الاعترافات ويمضون إلى الإعدامات، أكثر بلد به إعدامات، مستوى الجرائم العنفية أعلى مستوى من الجرائم العنفية، يعني باعتراف وزارة الداخلية لدينا الآن الأعلى عالميا، الاستعداد للأعمال الإرهابية هذه موجودة، لأنه أنت كلما تكون سياساتك قمعية وضد السكان وضد الناس تزيد كره الناس وتزيد الأحقاد والتفرقة والطائفية، كلها تزيد الأحقاد، سياسات غير حكيمة، قدرة وحنكة الجيش، لا قدرة ولا حنكة للجيش، الجيش جزء يعني يحمي النظام، يحمي هذه القوى. فبالتالي هذا الوضع اللي جعل العراق من أخطر 5 دول في العالم، وهذه كارثة كبيرة. كيف تتحدثون عن دولة بنيتموها وبالتالي هذه النتيجة؟ يعني بمؤشرات الشفافية العالمية العراق واحد من اكثر دول الفساد، في شفاف في 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 يعني قوائم الفوضى العراق اكثر فوضى، في قوائم الاقتصاديه العراق بلد بلا اقتصاد، اقتصاد مدمر، اقتصاد منتهي، لا سياسه اقتصاديه فيه، مجتمعيا مخرب، صحيا غير موجود، علميا المدارس، التعليم كل العراقي خرج من قوائم التقييم العالميه، خرج نهائيا. هذه كلها كوارث حلت من 17 سنة، وتحدثون عن عملية سياسية، تتحدثون عن نجاح، هذه كارثة كبيرة. ومن ينتقدكم يصبح جوكر وعميل للسفارات ولا تقبلون به، هذه الكارثة التي حلت بالعراق، ولا ينهي هذه الكارثة إلا شعب العراق.